عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية الأستاذ جواد بن سالم العريض، حيث استعرضت اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عددا من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء المقر. كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عددا من الاقتراحات برغبة والمرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وقد أعدت اللجنة بشأنها مسودة رد الحكومة عليها، وقررت رفعها إلى مجلس النواب المقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلا عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة من الوزارات المختلفة.